مسائي مهبت بعطر زكي ففاح شذاها بجمع بهي، نسائم خير وجود كنور من البدر في الأرض زاه سليم. لمرضاة رب الورى سعيهم وسنة أحمد خير مضي، بدعوات صدق وفي شدو روح بتغريد صوت عذوب شجي. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ذكر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المشايخ اليوم إن شاء الله سيتحدثون عن الصنف الأول، عن هذه القائمة الذهبية وعن أول الأسماء أو الأصناف التي ذكرت فيها، ألا وهو الإمام العادل. خلونا نعرفه شو بيحكونا المشايخ. نسائم هبت بعطر زكي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نحن في رحاب حديث النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل فاضت ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات جمال ونسب فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا الحديث من مكارم الأخلاق، ورجل تعلق قلبه بالمسجد، فهذا الحديث من مكارم الأخلاق وفيه قواعد للتربية الإيمانية. التربية هذه شملت الإمام وهو أعلى الهرم، ثم أردفه عليه الصلاة والسلام بشاب نشأ في عبادة الله، فخاطب الأعلى وخاطب الأصغر، وتخلل هذان الخطابان. رجل تعلق قلبه بالمسجد، ورجل فاضت عيناه لما خلا بينه وبين الله عز وجل خشية إليه ورغبة ورهبة إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك، ورجل دعته امرأة فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق والناس تحت صدقاتهم يوم القيامة، تحت ظل صدقاتهم يوم القيامة. فالإمام العادل به قوام الحياء، حتى قال أهل العلم في الحديث أن المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون بين الناس ويتولون أمر البلاد. وقال في الحديث هم على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين جل في علاه. فأعطاه الله عز وجل هذا الإمام العادل ومن يتولى أمر المسلمين، أعطاه الله منزلة ما ذكرت لأحد غيره، ما ذكرت لأحد، أن يجعله الله على منبر، وهذا المنبر يكون من نور، وأن يجعله الله على يمينه، فهي منزلة عظيمة عند الله عز وجل، فهي رسالة إلى كل من تولى أمر المسلمين في الإدارات أو الوزارات أو الإمامة الكبرى في الدول. وهذه غنيمة لمن تدبرها من أهل الحكم، الحكام والولاة الأمور والأمراء والسلاطين، هذه غنيمة وفرصة لهم، ينبغي عليهم ألا يغفلوا عنها. لأن قالوا في لما أعطاه الله عز وجل هذه المنزلة، وهي أنه على منبر من نور وأنه على يمين الرحمن، قالوا لأنه غلب هواه، أعطاه هذه المنزلة لأنه طاع
طوع هواه فيما يرضي الله، فيما يرضي الله عز وجل. وهذه لا يستطيع كل أحد أن يسلكها وأن يقود نفسه إلى مرضات الله عز وجل. وقال الله عز وجل لنبينا داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالله عز وجل جعله على الناس واختاره واصطفاه، وكما قال الله عز وجل في غيره: لتصنع على عيني. فهؤلاء الأنبياء اختارهم الله عز وجل، فهو من اختيارات الله عز وجل. مع ذلك، مع هذه الاختيارات، قال له: فاحكم بين الناس بالحق، كي لا يغفل. وأنبه كل ولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق ليسود العدل في الأمم. وقالوا: أعظم ما يقدمه ولاة الأمور والإمام العادل، أعظم ما يقدمه للأمة هو أن يحكم فيهم شرع الله وأن يرفع الظلم عن الناس. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك الشيخ. نسائم هبت بعطر زكي. عودا على ما بدأ به الشيخ الفاضل في شرح الحديث والإمام العادل، لا شك أن هذا الموضوع يعني لو فتحنا له بابا يحتاج منا الكثير من الكلام، ولكنني سأسوق موقفا من سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدلل على الإمام العادل وكيف هو في واقع المسلمين، وبضدها تعرف الأشياء. عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما ولى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا، وكان سعد هو أول من بنى يعني مدينة الكوفة في السنة 17 من الهجرة، وتولى أمرها هذا الصحابي الجليل. ونحن نعرف أن سعد كان ربع الإسلام، يعني كان رابع من دخل إلى هذا الدين العظيم، ثم أنه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سعد خالي فليرني أحدكم خاله. وكان مستجاب الدعوة، وكان من المبشرين بالجنة، يعني فوق الشبهات سبحان الله. فأتى رجل من الكوفة إلى عمر بن الخطاب يشكو سعدا، فقال له إنه يعني لا يسير بالسرية ولا يقسط في العطية أو يعدل بالسوية ولا يعدل بين الرعية، حتى أنه شكك في صلاته، قال لا يعرف كيف يصلي بنا. فما كان من عمر وهو يعرف سعدا، فقال السعد هذا خال النبي صلى الله عليه وسلم ومبشر وصحابي، واستدعاه من الكوفة، وكان يلطفه يقول له: يا أبا إسحاق، قالوا فيك كذا وكذا وكذا، حتى أنهم قالوا أنك لا تحسن الصلاة، فأرني كيف تصلي. فكان سعد لأنه يعرف المسؤولية وقيمة المسؤولية قال له: يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، والله ما أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأولين ثم أخفف في الأخريين، يعني في الثالثة والرابعة. قال: هذا عهدي بك يا أبا إسحاق. ثم كان أن عمر بعد هذا الأمر بعث شرطة تسأل في الكوفة عن حال سعد، شوف وهو يعرفهم حق المعرفة، ولكن ليبرئ نفسه أمام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الرجل الذي يقول لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر لما لم تعبد لها الطريق، هذا هو العدل الحقيقي. فما كان من أولئك الشرطة إلا أن دخلوا مساجد الكوفة كلها فسألوا عن سعد، فأخذ نسبة 100% أنه أفضل من ساس وقات، إلا آخر مسجد جاء ذلك الرجل الذي شكى إلى عمر فقال: أما أنك ناشدتنا بالله وسألتنا فإنه لا يسير بالسرية ولا يساوي بالعطية ولا يعدل في الرعية، قال نفس الكلام. فلما سمع سعد هذا الكلام وهو المسؤول وهو الإمام وهو قائد كل شيء،
ما كان منه إلا أن دعا الله سبحانه وتعالى وقال يا رب إن كان هذا الرجل قال هذا الكلام سمعة ورياء فأطل عمره وأطل فقره وأنزل الفتنة به. فكانوا يقولون أن رأيناه سقطت أسنانه وهو 120 سنة وهو يجلس في الطريق يجاري الجواري ويلهث وراء البنيات. فسبحان الله مع ذلك عمر عزله، عزل سعد بعد هذه النسب العالية من النجاح والتفوق، قال له أنت معزول. سبحان الله، فكيف بحالنا اليوم ونحن يحابي بعضنا بعضا ويجامل بعضنا بعضا وكل شيء عندنا ليس له قيمة مع هذا الدين العظيم الذي علمنا ودربنا وعلم هذه المدرسة العظيمة كيف يكون الحاكم العادل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نسائم هبت بعطر زكي. هذه الخاطرة أيها الأفاضل هي عبارة عن دعاء شعبي لكنه دعاء، فأطلب منكم تكرما أن تؤمنوا معي لعلها تكون ساعة إجابة إن شاء الله بإذن الله تعالى. يا الله لا تسلط علينا أشرارنا وبذنوبنا، يا الله لا تخزينا، واحمي عربنا كبارنا وصغارنا ومن كل غمة برحمتك نجينا. ظلام دنسوها بالفساد ديارنا، فتنة وداروا كل حاجة شينا، جرارهم جرجر عجل جرارنا، جرارهم جرجر عجل جرارنا، في حرب روضت دماغ غالينا، وسمسار لاعب في جميع أسعارنا، حاكم في لقمة عيشنا بسكينة. يا الله لطفك في عقاب أعمارنا، في بلادنا شر البلاد تكفينا، والأمر وليه الخيار خيارنا، والأمر وليه الخيار خيارنا، وبالخير جازيه عدل وتعينا، فيما مضى ذقنا عذاب مرارنا، وطمعين في اللي قابله تزهينا، حسراتنا وهاتنا وضرارنا ودموعنا وايامنا الحزينه، وفقدت عويلتنا نسيم ازهارنا، وفقدت عويلتنا نسيم ازهارنا، بالصبر عنهم يا الله سلينا، ويا رب ديرها رياح مسارنا، بعدوان يمشي حالها السفينه، ربانها يحكم بعزم اصرارنا، الدفة تريد عقول موش ايدينا، واجمع شتات يميننا ويسارنا، وتلعن الظالم تاخذه وتهينا، يا رب يا عالم بكل اسرارنا، يا رب يا عالم بكل اسرارنا، وعارف اللي يصلح بنا ويأذينا، جيب الفرج منك وشيلك دارنا، بعد ضيقها توسع باللي فينا. يا رب يا رب بارك الله فيك. نسائم هبت بعطر زكي. علمت أن موضوعكم هذا العام الأسرة، ونعم الاختيار ونعم الأساتذة، وبإذن الله تعالى سيكون نعم الطرح. والأسرة فعلا تحتاج إلى عناية من المربين ومن الأساتذة، والتربية قبل العلم. تعلمون أن الإمام مالكا قالت له أمه رحمهم الله جميعا لما أرادت أن ترسله إلى شيخه ربيعة، قالت له تعلم من أدبه قبل علمه، تعلم من أدبه قبل علمه. والأسرة هي النواة الأولى، هي النواة الأولى لتربية الأطفال، الأسرة ثم الشارع ثم المدرسة. هذه إذا صلحت أو إذا صلحت صلح الطفل والمجتمع. نخرج أطفالا يصدق فيهم ما كان يفعله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان يسألهم الدعاء. إذا وجد أطفال بالصفحة البيضاء الخالية من الذنب ومن الحسد ومن المكر ومن كل
الذنوب ومن كل أمراض النفوس يسأله أن يدعو له. كنت أستمع إلى بعض مشايخنا الكبار قال: وهل سيسأل اليوم أحدنا الطفل الدعاء وهو ينزل من رحم أمه يسب الدين؟ لا نعمم، ولكن هذا هو الواقع. فالخطاب للأسرة وللطفل وللبنة الأولى في 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 بناء المجتمع المسلم عمل عظيم. حتى لو أخذ منكم سنوات وسنوات فالأمر يحتاج إلى التربية. وأنتم في ظني جميعا إن شاء الله تعالى أنكم ربيتم في أسر طيبة، لأن الله تعالى جزى أهلكم بأن تكونوا دعاة وأن تكونوا من الناصحين، وهذا سيجده آباؤكم وأهلوكم في درجاتهم يوم القيامة. يوم القيامة الإنسان ليس حاله كحال الدنيا، يكون جشعا اللي يلقاه يخدع، لكن إذا وجد أجرا لم يعمله سأل المولى سبحانه وتعالى عنه فيقول: هذا باستغفاري ولذيك لك، كما في الحديث. كذلك يعني أنتم من أعمال آبائكم، والحديث الصريح والصحيح في الأمور التي تلحق الإنسان ويزيد الله في عمر الإنسان بها هي دعوة الابن الصالح وولد صالح يدعو له. فهذا ففي ظني أن هذا يعني من الجزاء والشكر لمولانا سبحانه وتعالى لآبائكم ولآبائنا ولأمهاتنا وأمهاتكم أن صدقوا في تربيتكم وأحسنوا وأطعموا الخير والحلال بإذن الله تعالى. فالله يكافئهم بأن يكونوا صالحين أولا، ثم بعد ذلك أن يكونوا مصلحين. وأنتم تعلمون أن الصلاح في النفس لا يصلح المجتمع. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: إذا كثر الخبث. تفسيره عند الأغلب هو الزنا، نسأل الله العافية. لكن في المقابل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اللي يرفع العذاب للصلاح الخاص في النفس، وإنما يرفعه الإصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا وجد المصلحون فإن الله تعالى يرفع العذاب العام والعذاب الخاص عن أمة الإسلام. فحقيقة جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وأمتعتمونا في السنة الماضية وفي سنوات بهذا البرنامج، وهو يدخل غلبة ومغالبة للقلوب. في شهر رمضان بالذات الناس يعني تكون الروحانية عالية، ومن يحب ومن يكره، لأن مسألة التعدد هذه جميلة جدا. قد يفتح وعده مع الشيخ عبد الرحمن يقول: من بيشي هذا؟ سامحني الشيخ عبد الرحمن أنا في هذه يعني لا لكن أو يفتح عليه محمد بن عجيلة، لكن إذا من هو أحباب الشيخ سالم يقول: لا خاطر الشيخ سالم بنسمعني. إذا من أحباب الشيخ مسلم يقول: خاطر شو نسمع، خاطر الشيخ فلاني، فيسمع من الجميع. والمسألة تنبه إليها العلماء في كثير من الأمور هذه في قضايا الأمة الآن. رجعوا الآن، كان الإمام مالك يقوم مقام يعني لا أبالغ إن قلت 50 عالما أو أكثر. الآن من يقوم بهذا؟ فتقوم به يسموها المجامع الفقهية، مجامع الفقهية. الإمام الذهبي رحمة الله عليه انتبه إلى المسألة هذه في قضية الجماعة في أمر الآن مهلك نعيشه الآن، اللي هو أن نصبوا شخصا واحدا أو شخصين للحكم على العلماء. يعني نمشي ونولي اللي يقول الشعيري ولي قلب الرحاء به، فيصبح رجل واحد ما هوش معصوم أو يعني يحكم على الناس، هذه إشكالية. فالإمام الذهبي أشار إلى مسألة مهمة كاجتماعكم هذا، فقال: ينبغي في للمعاصرة حجاب،
معاصرة حجاب وأدواء النفس معروفة. فقال ينبغي أن يجتمع عليه علماء العصر. إذا علماء العصر قالوا هذا مجروح والله هذا لا يأخذ عنا ومنه أو هذا كذا تمشي الأمور، لكن إذا قالها واحد ولا اثنين أو اثنان أو كذا فهذه مظنة الحسد ومظنة الخطأ ومظنة أمور كثيرة. فالذي نقول ابتدع المسألة هذه بمعنى البداية يعني أنا فطرتها أنا ابتدعتها يعني بداية، أصاب في ظني إصابة عظيمة جدا أن جمع الألوان المختلفة والأفكار والأساليب والمحبة عند الخلق من الله سبحانه وتعالى يحبب الخلق إلى فلان أو فلان، إذا اجتمعت جميعا فإنها بإذن الله تعالى ستكون مؤثرة تأثيرا عظيما في المجتمع. وهذا ما نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يوفقكم إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيك. نسائم هبت بعطر زكي. أبو العز شو الأخبار؟ بصراحة ماشي الأمور؟ ماشي الحمد لله. تكلموا بجماعة نسائم قالوا لك شو تقول لأمك؟ يا ما يقولوا يا شيخ والله شيء واجد. تقالوا لك ولا ما قالوا لك إيش؟ قالوا. فلا شوف إجابات المشايخ حتى ما نضل أسئلهم كلهم. لابد فيه شيء ما ينقالش. إيه يا شيخ يعلم الله أني بشوق إليها. حفظك الله ورعاك. أقول لها بارك الله فيها على ما بذلته من أجلنا، وهي مريضة الآن شوية، أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وأن يجزيها عني خير الجزاء. ربي يحفظها. الله يرحمها ويغفرها و... حق لها فضل كبير عليها. الوالدة هذه أقول لها إني أحبك. أحد أعمدتي التي في الحياة انكسرت بي، يعني جاهدت مجاهدة كبيرة إن شاء الله ربي يتقبلها بالرضا والرحمة والله. أقول لها أحبك وبغيتي وأمنيتي أن ترضي عني. يلي صعيب نلقى بلاك الحب والحنية أحبك حبا جما، ويلي بلاك يبقى غريب العمر طافي ضيا، يلي علينا غبتي وشينك رحيل رحلتي، يلي مكانك بيننا كان ون الشعل ضيا. أدعو لك كثيرا. نقول أنت ديني في كله. فولدتي لي أكثر من 7 سنوات لم أرها يا شيخ. يعلم الله أني مشتاق لها، مشتاق لحضن أمي وكلمات أمي وحنان أمي. والله أتمنى أن أكون في حضنها مثل الطفل الصغير. نسائم هبت بعطر زكي. أحبابي طبعا احنا إن شاء الله متفقين على أن الفقرات ستكون منوعة في هذه الجلسة، وطبعا متطلب فينا جميعا السمع والطاعة والمرونة، وأي شخص نطلب منه أي سؤال رجاء يعني يؤديه كما طلبناه، وإلا إن لم يؤدي هذا السؤال سننتقل إلى سؤال حيكون أكثر صعوبة وإحراجا. وأنتوا عارفيني طبعا من حق في الوجوه وما ندريش على تقاسيمكم، والعملية ما عنديش مشكلة يعني هدرز وأيوة. فخلونا هيك إن شاء الله يعني ببساطتنا وبعفويتنا. جميل، حنبدو بالجدد نحن اللي هم دخلوا معنا في هذا العام. قالك أبدأ بالقدم يا شيخ. وسع بالك يا شيخ محمد التايب، وبما أنك أنت نطقت بها فأنت أول الغيث. لنقلنا من أبوها. أول الغيث. ونقدمش على الشيخ عز الدين. لا 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 غروس صابر. إيش قلنا إحنا يا إخواننا؟ خلاص اتفقنا على أن نحن تكون هذه الجلسة فضفضة مفتوحة. شيخ محمد أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ محمد تاي. مرحبا يا شيخ. أنسنا يا أبو جار. مرحبا مرحبا. الله يعلم الله أن جيرتك طيبة ورفقتك طيبة. بارك الله فيك بارك الله فيك. الله يفتح عليك. الله يحفظكم جميعا. شيخ محمد طبعا معروف عنه أنه خطيب وواعظ. ويعني شاب رائع جدا في كل شيء، ونحن نعرفه من منذ سنين طويلة يعني. الله يفتح. ولكن ربما الذي لا يعرفه المشاهدون عن الشيخ محمد، الله أعلم، البعض يعرفه والبعض لا يعرفه، ولكن نحن نريد أن نقدم شيء من أروع ما يوجد عند الشيخ محمد التايب. تحكي ولا نحكو؟ والله يا شيخ تخرج نسأل الله الإخلاص دررك. نسأل الله بارك الله فيك على ولا نستخرج الدراوي. لكن ما شنو عندي انا مع جميل. الحمد لله انت قلت ما عندي شيء. جميل. جميل شيخ محمد تايب
يعني حباك الله بصوت جميل. وأنا على ذلك من الشاهدين. الله يفتح عليك يا فتوحة. ديما خليك شاهد يا فتيح. أنا بعدين في شهادات أخرى عجل. ونحن دائما نسمع دندناتك. وهذا لا يخفى على أحد. وهذا ليس سرا. ولكن هذه من أجمل الأشياء التي عندما يؤديها شيخ محمد يؤديها برفق وليونة وصوت شجي. بالله عليك يا شيخ محمد أسمعنا مما تحفظ نشيدا لطيفا تراه وأنت مناسب. ما نبوش نحدوا أي شيء يعني. والله يا شيخ جود جود بالموجود يا شيخ. هو في قصيدة جميلة هكي لكن لجت فيها إنشاد لجت ترداد تنطقها أنت وحدك. جميل. حفظتها من قديم فطبعا اللي يسمعها يعجب بها هي في اللم. أسمعنا إياها. فجت فترة في السجن خطرها من نوادرها إن اللي هذا أعجب بها يبي تسجيلها فقعدت نسجل فيها آخر شيء قعدت نتمدد بشوي بشوي قريب رقدت وأنا نسجل في المسجلات زمان. نعم. هي القصيدة لأحد الشهداء من بنغازي كان طالب في اللغة العربية تقريبا أو متخصص في اللغة العربية ورقيقة وحلوة وجميلة جدا يعني ممكن ما زال نتذكر منها بعض الأبيات تتحدث عن الرفقة والصحبة واللغة العربية طبعا هي هل الأمجاد إلا بالرفاق وهل خير سوى الغر العتاق تعجبني القصيدة أكيد دائما نكرر فيها تفضل يا أخي اسمعني نسمعها يا سلام هل الأمجاد إلا بالرفاق وهل خيل سوى الغر العتاق رفاق المجد قد ودعتمونا فكيف السير من دون الرفاق الله الله وكيف الله يسير من أمسى وحيدا من الخلان إلا بالرفاق دروب العز أمست خاليات من الساعين ليس بهن باقي لقد بكيت حجاز الأرض حزنا وآلمها الفراق لدى الفراق ستبكيهم بلاد الشام حتى يسيل بدمعها نحو العراق فإن عشنا شهورا أو سنينا سيسقينا بكأس الموت ساقي سأذكرها مواقف طيبات سأذكرها مواقف طيبات تضمن في حنين واشتياق نسائم هبت بعطر زكي خمسة دقائق وانتموا يا ابو رز سمح لي بالله عليك ايش نزل المحرجة هذه توا قدام الناس يا راجل نسائم هبت بعطر زكي ففاح شذاها بجمع بهي نسائم خير وجود كنور من البدر في الأرض زار سليم لمرضاة رب الورى سعيهم وسنة أحمد خير مضي بدعوات صدق وفي شدو روح بتغريد صوت عذوب شجي